قدم وزير الداخليه محمود توفيق التهنئه للقائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول محمد زكي بمناسبه الاحتفال بيوم الشهيد واعرب وزير الداخليه عن اطيب التهاني للمجلس الاعلى للقوات المسلحه والقاده والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم في ماموريات حفظ السلام كما اعرب عن اصدق مشاعر الاعزاز والتقدير واطيب الامنيات بدوام التوفيق والسداد كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقال وزير الداخلية في البرقية إن هيئة الشرطة تصرها في مناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أن تذكر بكل إعزاز وتقدير أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشهداءها الأبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعا عن الوطن المفدى وترابه المقدس وسطروا صفحات مضيئة وحافلة بأروع التضحيات